السلام عليكم. فيديو جديد بكل ما كيخص التغذية في رمضان. اليوم غادي ندويو على الناس اللي كيبغيو ينقصوا الوزن في رمضان او لا يخليو نفس الوزن ديالهم ولكن كيطيحوا في زيادة الوزن الوغ كو بامكانهم انهم ينقصوا الوزن ديالهم في رمضان. وكيكون السبب هو كيف كنشرح دائما السعرات الحرارية اللي زائدة. ولكن المشكل اللي كنطيحوا فيه في رمضان فاش كنكونوا صايمين كنتشهوا اكثر يا الحلو وسورتو الناس اللي كتعجبهم الحلاوه. مي اون جينيرال كنا كنتشهاو الحاجه الحلوه فملي كنجيو نفطروا الا كثرنا من الحلو وكلناه بزاف فغادي يزيدوا السعرات الحراريه ديالنا بزاف لان الماكله الحلوه فيها سعرات حراريه بزاف. ماشي كلشي مي الاغلبيه اللي حنا كنديروها كتكون السعرات ديالها طالعه بزاف فبالتالي كيسالي النهار وحنا خدينا سعرات حراريه اللي عاليه بزاف فما كيجي فين يدوز شهر حتى كيكون الوزن ديالنا زاد. دونك اليوم غادي ندويو على شنو الطرق اللي تخلينا اننا نقصوا من الحلاوه اولا نقدروا ناكلوا الحلاوه ولكن بشكل معقول. غادي نبداو بالناس اللي كيبغيو انهم ياكلوا الحلاوه من وراء الفطور. دونك باش نتخلص من هاد العاده اولا انني نقص منها هي انني نحاول نشبع راسي في الفطور. دونك اول حاجه غادي نديرها هو الفطور ناكل حتى نشبع. ملي كنقول ناكل حتى نشبع ماشي غادي ناكل غير الحلويات غير الخبز غير النشويات وهذا الشيء ذكرته في الفيديو اللي سبق. نحاول انني ناخذ العناصر الصحيه او الغذائيه اللي مزيانه للصحه ديالي كيف ما ذكرت في اول فيديو كنت درتو على رمضان على اون جينيرال في التغذيه. نحاول ناخذ بروتينات نحاول ناخذ الالياف نحاول ناخذ كاع المصادر ديال الدهون الصحيه كل شيء اللي جسمي غادي يحتاجه بكميات معقوله غير انني نشبع. ماشي عاوتاني ناكل اكثر من اللي خاصني مي نشبع يعني يكون كملت فطوري وانا شبعان وانا مغدي راسي من جميع العناصر الغذائيه. فهاد الشيء غيخليني انني ما نحش ديريكتومون بالجوع عاوتاني ملي غير نشبع نحس بانني باغي الحلاوه. دونك هادي واحد لاستوس اللي غادي تعاوني انني ما ناكلش من بعد. دونك نحاول نشبع مي ناكل ماكله صحيه. ثاني حاجه بالنسبه للناس اللي ما بغاوش ياكلوا حتى يشبعوا يعني حاسبين سعراتهم حراريه او لا باغين ياكلوا قليل يعني ما باغينش يوصلوا لذاك يعني يوصلوا لذاك انهم صافي شبعوا يعني ما باغينش ياكلوا بزاف فكاينه أستوس هي من بعد الفطور ديالي واحد شويه حاول نشرب كاس ديال الماء كبير نحاول نشربو باش بحال غادي نعمر هذاك الفراغ اللي باقي عندي في المعده غادي نعمرو باش ما نحسش بهذاك احساس ديال الجوع. اولا قبل ما نبغي ناكل شي حاجه حلوه من وراء الفطور قبل ما نبغي ناكلها نشرب الماء مزيان باش نقص هذاك لو بوزوان ديالي الحلو يعني فاش غنحس براسي عمرت المعده ديالي ما غنبقاش حاس بلي راه باغي ناكل شي حاجه. دونك هادي استوس هي كتعاون بزاف. لاستوس الثالثه هي انني ما نحبش راسي من الحلويات في مره سورتو الا كانوا كيعجبوني غير هو غادي ناخذهم بواحد الكميه معقوله يعني كيف ذكرت في الاول انني في الفطور ديالي خصني ناكل جميع العناصر الغذائيه ديالي. الماكله ما غاديش تكون صحيه 100% طبعا على حساب كل واحد وكيفاش كياكل. انا كندوي على الناس الطبيعيين والناس اللي مولفين ياكلوا الحلاوه اللي ما مولفش ياكلها وكياكل مزيان مزيان برافو. الناس اللي مولفين بالحلاوه وباغيين ينقصوا منها فنصيحتي ان في الفطور ناخذ الحلويات بواحد الكميه اللي معقوله واحد 5 المعالق جو سي با شنو 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 الحاجه اللي دايرينها في الحلاوه كيكا ولا ما نعرف عطى الله زعما شنو كيدار في الحاجه الحلوه غير ما ناخذش كميه كبيره يعني باش نخلي راسي انني ما نحرمش راسي. انا عارف الناس اللي كيبغيو ياكلوا حلاوه الا جينا نحبسوا في مره غادي يحبس واحد يومين ثلاث ايام من بعد غادي 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 تلح عليها بواحد الطريقه اللي كبيره. حنا ما بغيناش نوصلوا لهذا الشيء ناخذ الحلويات ولكن بواحد الكميه اللي معقوله وقليله باش نسد هذاك البوزوان ديالي للحلويات نعمر لو غيس بالعناصر الصحيه اللي مزيانه للجسم ديالي. رابع حاجه هي ان الحلويات فيها وفيها يعني الحوايج الحلوين فيهم وفيهم. مثلا الا درت شي حاجه مثلا شنقول ما عرفتش السميات بالضبط شي حاجه مثلا دايرها معمراها ب جو سي با كريم ولا شي حاجه وسادها وقليتها ودايره لها السنيده
كاين فرق ما بين هادي وما بين مثلا بانكيك ديال لي فروي او لا كيكه ديال الشوفان والبنان والشوكولا نوار مثلا. يعني الفرق اللي كاين هو هذيك فيها السكر فيها كمية كبيره ديال السكر مقليه ما كاينش شي عناصر صحيه كاع ما كاينش يعني غير العجينه ومقليه وسكر والحلاوه بزاف. باغ كونطري الا خديت كيكه ديال الشوفان بالبنان اولا باي فخوي بغيت شوكولا نوار فهنا عندي الدهون صحيه عندي بروتينات اللي كاينين في الشوفان الالياف عندي الماء اللي في لي فخوي يعني انني خديت عناصر صحيه اللي مزيانه وحلوه اللي انا غطيت هذاك لو بيزوان ديالي ديال الحلاوه وميم طون الجسم ديالي استفاد واللي غادي تكون ناقصه في السعرات الحراريه بارابور لشي حاجه مقليه دونك حتى في الحلاوه نحاول نختار ناخذ الحاجه اللي غادي نغطي بها داك لو بيزوان ديال الحلاوه مي او ميم طون انا مستافده خليت الجسم ديالي يستافد من بزاف العناصر الغذائيه وشبعت وحققت كاع داكشي اللي انا باغاه بواحد الطريقه اللي مزيانه. يعني نحاول نخدم شويه بحال كنقولوا الحيله احسن من العار راني يعني خديت الحلاوه ولكن بواحد الطرق اللي مزيانه بصدق ما خاسر والو. خامسا كيف ذكرت هاد النقط كنت ذكرتهم ولكن مثلا الفطور كنوجد لي غادي نكون مشهيه اي حاجه كطيح لي على بالي كنتشهاها لانني جيعانه وهذاك لو بوزوان السكريات. الخطا اللي ما خصنيش نطيح فيه ماشي اي حاجه تشهيتها نوجدها ولا نشريها يكون عندي واحد الدماغ كنفكر به ان الفطور ديالي خاص يكون فيه جميع العناصر الغذائيه. كاين الحلويات كيف ذكرت دابا نحاول ندير حلويات اللي انا غادي نستافد منهم ماشي غير اللي غادي يضروني وبكميه معقوله يعني شويه عندي بروتينات عندي الالياف عندي الدهون الصحيه ندير الحلو مي اللي انا غنستافد منه اولا وبواحد الكميه اللي قليله وماشي اي حاجه تشهيتها نديرها. دونك قبل ما فاش نكون كنوجد الفطور ديالي نحاول نفكر في هاد العناصر كاملين وراه غادي نشبع وغادي يعجبني الحال ملي نفطر. ولكن لا اي حاجه تشهيتها غنديرها راه اوتوماتيكمون فاش يجي فطور خصني ندوق من كلشي غادي يعجبني كلشي غادي ناكل من كلشي وغادي ناكل على حسب الكميه اللي انا حاطاها. الا كنت حطيت بزاف راه غادي ناكل بزاف فهاد الشيء كيدوز اوتوماتيكمون وبلا ما نشعر ونهار على نهار كدوز ديك 30 يوم كميه واخا كتقول هاد النهار راه غير شويه هاد النهار شويه الا جينا نجمعوا هادوك النهارات كاملين الا جمعنا الايام كاملين 30 يوم راه ماشي قليله. يعني عيسالي رمضان غتلقى راسك تزاديتي في الوزن والدهون وداكشي اللي كنتي ما باغيش كتصدق طايح فيه. دونك نحاول ماشي اي حاجه تشهيتها نحطها ولكن بكميات معقوله ونخدم دماغي وندير داكشي اللي انا غادي نستافد منه. سادس حاجه اللي مهمه بزاف هي في الحلويات ديالي كيف ذكرت في الاول نحاول العناصر الغذائيه حتى في الحلويات ديالي تكون مهمه اللي غادي نستافد منها وحاولوا تكثروا من الفواكه 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 لانها مهمه في رمضان لانها غنيه بالالياف وبالماء اللي غادي يعاونني في صيامي هذه اولا. ثانيا ان ما غاديش يكون السعرات الحراريه زايدين بزاف انا غادي نغطي احتياجي من الحلو وان ميم طون كليت واحد الحاجه اللي ما زايداش في السعرات الحراريه بزاف كيف ذكرت قبيله الحاجه مثلا اللي مقليه اللي زايدين ليها السكر هادشي في سعرات حراريه اللي كبيره بزاف. باغ كونطغ الا خديت لي فخوي اي نوع ديال الفواكه فهو ناقص في السعرات الحراريه مقارنه مع شي حاجه اللي انا صايبتها اللي فيها السكر اللي مقليه. يعني نحاول نختار ونحاول كيف قلت ندير لي فخوي بزاف لي فخوي كيسدوا لي احتياجي للحلو و او ميم طون كيكونوا مفيدين لصحتي وغادي يعاونوني في الصيام ديالي وناقصي في السعرات الحراريه وغادي يعاونوني حتى باش ما يطلعش الانسولين في دقه كيف ما ذكرت في الفيديوهات اللي قبل. لا فيديو ديال اليوم سالات نتلاقاو في فيديو جديده. السلام عليكم خليت لكم راحه.